السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Hi kids, how are you today? I hope you are fine. ازيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنكمل بقية الليترز، الحروف اللي خدناها في الفيديوهات اللي فاتت. طبعا احنا بنراجع، يعني كل ما ناخد فيديو جديد احنا بنراجع اللي خدناه قبل كده، لان طبعا في مرحلة الكيجي اهم حاجة التثبيت، ان احنا بنثبت اللي خدناه مع الجديد، لان طبعا الطفل بينسى بسرعة في الفترة ديت، فاحنا لازم نثبت معاه على طول letters والpronunciation بتاعها وازاي بننطق وازاي بنكتب. حتى لو لقيتي صعوبة شوية في ان ابنك مش عارف يكتب او مش عارف يمسك القلم، هو يكفي ان هو بس يكون عارف شكل الحروف والساوند بتاعها ايه. يعني ما نتضايقش وما نزعلش لو هو مش عارف يكتب او مش عارف يمسك القلم كويس. فترة كده وان شاء الله هتلاقيه بيكتب وهيبقى كويس ان شاء الله في الكتابة. احنا اخر letter اللي هو كان حرف الاي، وخدنا عليه طبعا البرونسيشن بتاعه، الساوند بتاعه، خدنا الاف، خدنا ازاي بننطق الاف وازاي بناخد معاه letter كمان. اوكي، هناخد بقى نبدأ نكمل the letter ج، the letter J, the letter G, sound بتاعه جا، sound بتاعه جا، sound بتاعه جا. The letter K, the letter K, sound بتاعه ك، sound بتاعه ك، ك. The letter L, L, L. طبعا هو في صعوبة شوية في نطق ال L، لأن هو الطفل مش هيتعود عليها بسرعة. هنقولها L L، الساوند بتاعه هيبقى L L. M M M، الساوند بتاعه م م م. N the letter N, N, sound بتاعه ن ن ن. O, O, sound بتاعه أه، sound بتاعه أه. عندك the letter P, 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 the sound ب، the sound ب. طبعا لازم نفرق بين B and P، B P. طبعا في ال P هنا هوت الليتر ده هوت لازم يبقى فيه هوا كده منطلع من بقنا، ما بين شفايفنا كده بنطلع هوا في الليتر P، pen pencil، خفيفة كده. انما هنا B، book، boy، bird. Okay, let's say again. J, J. K, K. L, L. L, L. M, 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 M. N, N, N. O. Oh, oh, oh. P, 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 p. وقلنا هناخد مع كل letter ال vowel بتاعه عشان هنقرأ اتنين مع بعض دلوقتي. يعني مثلا لو خدنا الج معها الا هيبقى sound ج، ج. خدنا مثلا مع الاي جي، جي. كي، كي، كي. خدنا
ال معها الاي. La, la, la. M معها مثلا vowel الآ. ما, ما, نحط vowel O. مو, مو, حطي الفاول E. مي, مي, مي. نا, نا. ني, 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 ني. با, 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 با. بي, بي. وبنقول تاني الفاولز هي اللي بتخلينا نعرف نقرأ كويس. الفاولز نركز عليها. الفاول اي صان تاو اه جا اي اه جي كي لا ما مو مي نا ني بي با. اوكي, وطبعا لازم نراجع معاه على طول باستمرار. الهومورك بتاعنا ان احنا ناخد الليترز كلها لحد الان ونكتبها كويس مع ولادنا, وبعدين نجيب لهم كده حاجه كده يتملوا فيها, نعمل لهم ديكتيشن. تعالى يا حبيبي اكتب حرف الجي, تعالى اكتب حرف الام, تعالى اكتب حرف الان. وبعد ما يكتب كل حرف على حده بنبدأ ندخل معاه فاول, بنبدأ ندخل معاه فاول. نقول له مثلا اكتب جا جا, وازاي هو بيشوف حركة بقنا وازاي يبدأ يبص عليها ويبدأ يكتب. الموضوع مش صعب خالص يا جماعة, الموضوع سهل ان شاء الله, يعني بالتكرار مع الطفل وان احنا بنثبت معاه كل حاجة بياخدها ان شاء الله مفيش حاجة هتبقى صعبة. Goodbye.